السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن أبطال وفيات أعمار فيلم شمس الزناتي، إنتاج 1991، بعد 32 عام من إنتاجه. الفنان عادل إمام، تاريخ الميلاد 17 مايو 1940، بلد الميلاد المنصورة بمحافظة التقهلية. انتقل إلى حي السيدة زينب بالقاهرة، العمر 83 عام. قام بدور شمس الزناتي. الفنان محمود حميدة، تاريخ الميلاد 7 ديسمبر 1959، بلد الميلاد مصر، العمر 67 عام. قام بدور المرشول برعي. الفنانة سوسن بدر، تاريخ الميلاد 25 سبتمبر 1957، بلد الميلاد مصر، العمر 65 سنة. قامت بدور حنة. الفنان محمود الجندي، تاريخ الميلاد 24 فبراير 1945، بلد الميلاد محافظة البحيرة أبو المطامير، تاريخ الوفاة 11 إبريل 2019، العمر 74 عام. قام بدور سلامة طفشان. الفنان مصطفى متولي، تاريخ الميلاد 29 أغسطس 1949، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 5 أغسطس 2000، العمر 50 عام. قام بدور سيد سيبرتو. الفنان عبد الله محمود، تاريخ الميلاد 6 ديسمبر 1959، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 9 يونيو 2005، العمر 45 عام. قام بدور عوض الكلاف. الفنان أحمد ماهر، تاريخ الميلاد 13 أغسطس 1946، بلد الميلاد مصر، العمر 77 عام. قام بدور عبد قرنص. الفنان إبراهيم نصر، تاريخ الميلاد 18 أغسطس 1946، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 12 مايو 2020، العمر 74 عام. قام بدور جي عادي. الفنان رشدي المهدي، تاريخ الميلاد 21 إبريل 1928، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 22 يناير 2002، العمر 70 عام. قام بدور الشيخ عثمان. الفنان علي عبد الرحيم، تاريخ الميلاد 13 مايو 1961، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 2 يوليو 2020، العمر 60 عام. قام بدور سامبو. الفنانة نهى العمروسي، تاريخ الميلاد 11 يناير 1963، بلد الميلاد مصر، العمر 60 عام. قامت بدور نعناعة. الفنان سعيد طارابيك، تاريخ الميلاد 17 إبريل 1941، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 15 نوفمبر 2015، العمر 75 عام. قام بدور دعدور. الفنان أحمد سامي عبد الله، تاريخ الميلاد 16 أغسطس 1930، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 12 ديسمبر 2011، العمر 80 عام. قام بدور صاحب ورشة الحدادة. الفنان غريب محمود، تاريخ الميلاد 10 مايو 1945، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 10 ديسمبر 2008، العمر 63 عام. قام بدور صاحب المحجر. الفنان كريم الحسيني، تاريخ الميلاد 9 فبراير 1934، بلد الميلاد مصر، العمر 39 عام. قام بدور عبد الله وهو صغير. الفنان سيد مصطفى، تاريخ الميلاد 20 أكتوبر 1955، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 19 يونيو 2021، العمر 66 عام. الفنانة سامية شاهين، تاريخ الميلاد 20 يوليو 1980، بلد الميلاد مصر، العمر 43 عام. قامت بدور الطفلة. الفنان صالح العويل، تاريخ الميلاد 19 مارس 1946، بلد الميلاد مصر، العمر 77 عام. قام بدور رجالة بورعي. فنانة فايزة عبد الجواد، تاريخ الميلاد 17 مارس 1940، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 20 فبراير 2016، العمر 76 عام. قامت بدور لاعبة النار. الفنان فؤاد فرغلي، تاريخ الميلاد 3 سبتمبر 1958، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 14 نوفمبر
2000، العمر 42 عام، قام بدور المتحدث سيد سيبرتو. فنان حسن عرعر، بلد الميلاد مصر، تاريخ الوفاة 6 يوليو 2007، قام بدور الأهوجي.